تسوي راح يكون حلو هيك؟ ايه ما سمعت السؤال معلش. ومن هون لهون شوف 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 ومن هون لهون من هون لهون يعني يوسف صراحة 11 أنا حظي يا جماعة ولا كلمة كنت توقع الجولة اه بصراحة غير ليفل كنت متوقعة إن الجو هيبقى حلو كده في الأكاديمي يعني ان احنا كانت متوقعة انه الجو رح يكون حلو هيك انه الكل بيحبوا بعض هلا كل واحد منا بيطلب طلب الثاني لحظة بدي اطلب منكم طلب كلكم بس بريك لحظة طب بينا تسأل بس يمكن يا اليوم يا بكرة يا بعد بكرة عيد امي ما نغني لها هابي بيرثدي يمكن بس بدها بكرة بتقول لها بهالاسبوع بس عشت الاعتياد قالوا هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو هابي في عيد تحرير سينا عندنا عيد ميلاد بابا يلا حالا اه خلاص اه فكان عرفوا هذا هيدا بيجي رجعي صندوق احمر وانا اطلق كورني فلكس مخلص بلش يجوع بلش يجوع يا اخي ايش والله العظيم دينا تفضلي دينا دخلت في الشوك